هلو 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 يا جماعة، هلو والله. اوكي، انا كنت امبارح عايزة اتكلم معاكم في موضوع بس اتسحلت، والنهاردة عايزة اتكلم معاكم في موضوع تاني خالص، عشان انا حاسة ان الحاجات العاطفية دي انقح. تحبوا انه موضوع؟ تحبوا تاخدوا انه موضوع؟ I'm being that serious. I am so in the mood دلوقتي ان انا افتح مواضيع حساسة. تحبوا تاخدوا انه موضوع؟ قولولي بس، قولولي. انتوا تشاوروا، انتوا تنوروا، انتوا قولوا بس وانا هعمل. الحب الراجل المصري versus حب الراجل الغربي. احي، بصوا هقول لكم حاجة، عشان دي من احدى نقطة شاد ضعفي. المصري ابو ستر حنين، جميل فظيع، مش هتلاقي زيه في الدنيا. تفاهم ايه، عطاء ايه، احتواء ايه، حاجة بنت كلب كده ما بتجيش غير في الاحلام، عارف؟ لامم صفات رجال العالم، محدش يضحك. حد رحمة، خدي الضحكة دي لو سمحتي، رجعي الضحكة دي يا رحمة، رجعي رجعي الضحكة دي تاني لو سمحتي. انا مش بسخر، انا بتكلم بجد لو سمحتوا. الموضوع شيق وحساس ومثير ويحتاج الى شفافية واحترام، وانا لسه ما كتبتش ان الفيديو ده بلس 18 ولا لا. انا لسه ما خدتش القرار ان الفيديو ده هيبقى للكبار فقط ام للكل، ولكني بتكلم في امور الحب والغرام، تمام؟ مع الراجل مين بقى يا اولاد؟ المصري زلل امي. لازم دايما في خازوق، لابد من خازوق، لابد. ما هو اصلا ما ينفعش نحب راجل مصري من غير ما ناخد خازوق. ما حد بذمتكم باي ست تبقي راجل لو اعترفتي على الهوا، في ست مصريه حبت راجل مصري وما خدتش خازوق، اديني واحده احلف بيها. لا، انا جوزك ده لو ما خدتيش منه خازوق، ولا حبيبك ولا صاحبك ولا ايا كان العلاقه، هعمله تمثال، هحط تمثال هنا في فلوريدا، وحياه امي نعمله تمثال. ما حدش يضحك، امسح الضحك، امسح الضحك. هقلع مالت واجري على حدود. انا حدودي مين دلوقتي؟ انا حدودي فين؟ احنا مين تحتين؟ احنا مفيش حد تحتينا، ده احنا فلوريدا. هقلع مالت واروح المكسيك. I'm done. انا في حته دن يا جدعان. ما ينفعش مرة نحب حد من غير ما يتشرط على ميتين ابونا. ازاي نعيش وازاي نفكر وازاي يعني من غير ما يمحي شخصيتنا؟ يعني هل هناك من محب من غير يعني ايه؟ لازم جزرة. احبك ولكن لازم مشقة، لازم شحتفة، لازم تحكم. ليه؟ وبعدين عندهم حتة بقى ايه؟ اعودها اديها في الاول، او معودها عليا وعلى حنان رجليا. محمود رجع الضحكة يا محمود. لو يا رب انا عملت ايه في حياتي؟ والمصعب انا مش فاكره عملت ايه، هو انا عملت ايه في حياتي؟ تفتكروا يا جماعه، ما انا بقالي 5 سنين معاكم اهو، معلش انا عملت حاجه؟ ما عملتش. انسانة عادية جدا وعايزة تعيش حياة عادية وطبيعية، عايزة تعيش بنفسها كده اللي هو حرة. هل الحرية دي في نطاق الحب مع الرجالة المصرية؟ يعني انا عايزة اعيش حرة بس احب واحد مصري برضو، ما اصل انا طالبة معايا مصري، ما اعرفش ليه يا اختي، بحب اللغة، بحب حاجة، بحب في حاجة، في شعر صدره، اي حاجة، في حاجة. اموت اموت، حصل لي حاجة والمصحى اتجنن. طب انتوا بتقدروا عليهم ازاي؟ ما رحتش الجيم يا عبد الله لسه، محتاجه اخلص كام حاجه على اللابتوب وبعدين ابقى تنيل اروح الجيم بعد كده، عشان الجيم ده انا بخلصه من هنا وبعدين ايه، ببقى عايزه افس اشد الفيشه. انا عندي طقوسات كده بتاع حياتي، لا ما انا مش عايش من غير طقوسات. الصباح لحاجات عمليه، والجيم اللي هو يا دوب بخلص اللي ها، وبعد كده بالليل بقى تبقى ايه، بلان لبكره ونفس شوي، عشان انا يعني من غير فس مش عايش. بس مش بفس بحاجه وحشه، انا يعني بتفرج على حاجه، بقرا حاجه، بفصل يعني، بفصل، عشان ما حدش يقول لك ما هي بتشجع على. بس ايه رايكم في الجريتر ده؟ الغربي بقى ما عندوش نفس الحراره، خدين بالكم، استنوا بس هقول لكم. ايات، رجعت ضحك، محدش يضحك.
بتلاقيهم يعني مش عارف اصلا ما بحبش الغدر يا جماعه، بتضايق قوي من الغدر، بس بتلاقيهم ايه ما عندهمش نفس الحرق. هم احلى حاجه فيهم ان هم سايبينك على حريتك لحد ما انت عايز تشتغلي، عايز تشتغلي مذيعه، عايزه تشتغلي دكتوره، عايزه تروحي تعالجي الناس نفسيا، عايزه تشتغلي بارتندر، عايزه تشتغلي تصوري صور مانيكان في ما اعرفش فين، انت عايزه تعملي ايه اعمليه وحبي اللي بتعمليه وليكي حياتك وليكي فلوسك وليكي مواعيدك وليكي جيرلز تايم بتاعك وليكي الدنيا دي كلها، وانا برده ليا حياتي والحب ايه ما اعرفش، انا ما جربتهوش بصراحه. بصوا والله ما جربته بس عايزه اجربه، انا ما عنديش مشاكل ان اجربه الغربي، الجست الكالتشر بتاعتي المصريه، القفشات المصريه، الضحك، الكلمتين اللي بنقولهم عارفين بنقعد كده بنقلش على بعض ونجيب وبعدين يضحكني، فاكرين يضحكني دي زكيه جهاد، مش عارفه الهيومر بتاعتي وصلت لفين. انا ساعات كتيره ببقى دمي مصري وبحب اضحك الضحك المصري قوي، وساعات ببقى دمي تقيل شويه وغربي، انا مش عارفه انا دلوقتي دمي هيستحمل ايه، بس انا عايزه اضحك، انا عايزه راجل يعرف يضحكني عشان الحياه مش سهله، واخد بالك؟ وبعدين برضو حتة انه يكون راجل دي ويبقى يعني مسؤولة منه دي مهمة برضو يا جماعة، مش ضروري انه مسؤول منه انه هو يعني يأكلني ويشربني ويدفع لي فلوس والحاجات المادية الحقيرة، لكن ولكن هو برضو لو مادية مقتدر ده الصح انه يعني يستر يعني يساعدها، تبقى مراتك يرحمك، ما انت مش هتسيب مراتك في الشارع ولا تبقى لمؤاخذة، فاهم؟ او اي راجل عنده نخوه، هي النخوه شحه، انا مش هكدب عليكم النخوه شحه في البلد، النخوه حقيقي شحه 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 يعني. وبعدين لو استنخون معاكي بيبقى لازم مقابل حاجه، مفيش حاجه كده اللهم لله، يعني اللي هو في حاجه انا مش عاجبها، انت بتعملي حاجه مش عاجباني، اسلوبك اليومين دول في التفكير مش عاجبني، حراره مشاعرك مش واكله معايا، فكرتك ان انت تسافري العالم وتروحي وتيجي وتعملي ايه وتعملي حاجات مختلفه ومش زي البنت المصريه، محسن بطل ضحك لو سمحت، مش زي البنت المصريه التقليديه، ده مش هياكل معايا، انا هديكي حب وحنان واحتواء وي بس تمشي بمزاجي وبكيفي، اللي هو مضطره واحده واحده الغي شخصيتي والغي الايدنتيتي بتاعتي والغي اسمي اللي بنياه وعاملاه وفشخن نفسي فيه والكلام ده كله. ويا سلام ويا سلام لو قلتي على نفسك اللي هو انت عارفه قيمه نفسك، تبقي مغروره، تبقي تبقي ايه مغروره، ازاي وازاي تقولي ان انت عندك ناس بتحبك او في عرسان او في ناس بتقول عليكي جميله، او طول ما انت قاعده الناس تقول لك انت جميله، في على فكره دي حاجه حلوه، ده مش معناه ان انا مغروره، ده معناه ان انا في ناس حابه شكلي حباني مش شايفه الحلو فيا، ليه لازم تبقى مستني لي بقى حته غلطه كسره بتاع عشان امسكها من الحته المكسوره كده فيها، تبقى مكسوره كده عشان انا الوحيد اللي مظبط لها حياتها، شي ديبندنت يعني بنت دي من غيري هتبقى ولا حاجه، ليه الذل؟ ليه نزل لبعض عشان نحب بعض؟ ليه ما تحبنيش بحريه؟ يعني نحب بعض، الحب كده يبقى مفتوح في الهواء في الحياه، مش لازم تبقى ماسك لي حاجه من رقبتي او من اعضائي عشان خاطر يبقى في حب، مفيش، مش لازم اللي هو هحبك ولكن والا اروي لك دراعك، عارف اقطعه لك دراعي ده لو عايز ترويه اقطعه لك وامشي من غيره، اقسم بالله قلبي اقطعه وامشي من غيره، مش هتفرق مش هتفرق الا الحريه ياما، ايه يا جدعان ما خلي عندكم ثقه في نفسكم، فين الراجل المصري اللي عنده ثقه بنفسه، هو فين الراجل عنده ثقه بنفسه اللي هو لا عارف يبقى هو على وضعه، دي بتحبني خلاص بتحبني تحبني انا ماشي، مهما بقى راحت وجات وشافت رجاله ورجاله كلمتها وقالوا لها قد ايه انت حلوه، قالوا لها قد ايه انت جميله، وعملتها ورده ازياء وكانت موديل وكانت ايقونه للجمال وبتترسم، برضو بتحبك انت يا حمار، يخرب بيتك اعملها اجيبك من بقك مثلا، اجيبك من قميصك، انا مش فاهمه هم بيتبر كتالوجهم ايه، كتالوجهم ايه، مش عارف انا مش عارف انا مش عارف. وبعدين بيبقى في بقى الطريقه الوسخه بقى اللي بتضايقني بقى قوي قوي قوي، اللي ايه اللي تغيير يتغير عليكي بقى، في الاول يختي بحر من الحنان والحنيه، بحر من العطاء والتفاهم، بحر من بصي بيرجع في حجرك كل الوالع، انت تبقى انت توب كوين في الدنيا، مفيش غيرك، انت السلطانه الام في الدنيا، انت البنت اللي هو ايه ما فيش طالع بيجي في الدنيا ماشي، اول ما حاجه ما تجيش على هواه يا نهار اسود ومنيل، اول شلوت ابو شبشب
يا ابني انا مش في دماغي حاجه، ما انا سنه مختلفه، انا اكيد عندي وجهه نظر مختلفه برضو، عندي امبيشنز معينه في الحياه مختلفه، عندي طموحات مختلفه، ما انا يعني كائنات مختلفه. انا مؤاخذه، انا مش جايه من ظهرك، حتى لو جايه من ظهرك، حتى لو انا الضلع الحقيقي اللي طالع منك يا ادم، ما هو انا كائن مختلف ومراه ومختلفه. I'm gonna be just different. هقول كلام مختلف، عندي opinions. لا انت تقعدي زي التمثال بتاع الست الهنديه اللي كانت قاعده كده، اول ما خلي شافها قال لي انا عايزه اتجوز واحده زي دي. قلت له ازاي المغزى؟ لا ترى لا تسمع لا تتكلم. امال بتعمل ايه؟ امال انت عايز الست ليه؟ ما احنا بنرغي، ما احنا ربنا مدينا الست عشان تعطي وترغي وتعمل علاقات وتتكلم ومش عارفه ايه. ليه بقى ليه 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 عايز تكبتها؟ ليه ليه ليه؟ سيبها سيبها حرام، زبد تدير زبد عيش. حرام عليك وحرام عليك والله العظيم، مش قادر استحمل. جبايه بقى جبايه، ليه يا ربي ليه؟ ليه لازم اخد خازوق؟ ليه؟ وحنين. وبعدين تنزل عليك كرباك بقى ايه؟ النشفان. طب بتديني حنيه ليه وبعدين تنشف؟ ما تدينيش عشان اعودها بقى. اجيت هير هوكت. ايه ثقافه الايه؟ ثقافه المخدرات دي. احنا نعودها على الحب والحنان واللازم منه، نحس ان هي ملكناها، نجنن نرزعها قوانين. طب ليه من اول يوم ما تديني قوانينك وسكتك عشان ابقى شايفه ابقى عارفه سكتي فين معاك، ابقى الرؤيه واضحه. مش من اول يوم حبيبتي انتي اعملي اللي انتي عايزاه واعملي مش عارفه وكلمي وروحي وجي واشتغلي وسافري واعملي يعني عارف كده. بعدين فجاه بتحبك وحشتني ومستنياك وعايزه اقعد معاك والكلام ده كله، وبعدين فجاه اخد الخازوق المغري. اه لو بتحبيني بقى يبقى تقطعي علاقتك مع دول، ما تكلميش دول، ما تطلعيش تعملي كذا، ما تلبسيش كذا، ما ت... ليه الخداع؟ ليه الخداع؟ ليه المسح اضربك؟ لا ما تضحكيش يا فايزه، لو سمحتي خدي الضحكه دي تاني. ومحمود محسن رجع الضحكه، رجع الضحكه، ما تضحكوش. انتوا بتضحكوا ليه دلوقتي؟ عشان طبعا ما انتوا فاهمين بعض، ما انتوا مستسلمين بعض. طب انتوا الستات بتستسلموا الرجاله دي ازاي؟ انا عارفه ان في حركات قلش كده بتحصل، اللي هو ايه فجاه اعمل نفسي مقموصه. اه بس انا ما بعرفش اتقمص، لا انا بحب اعيش. ما عنديش وقت للقمص والله، اللي هو انا منك مقموصه تعالى سلحني. انا بقى اسبوعين ثلاثه اربعه عشر شهور كده عبال اكون انا خلفت، اصل المستقبل بيعدي وبيروح وبيضيق، وليه اتقمص يعني؟ ليه بقى اعمل نفسي اختفي بقى ومش عارف ايه ليه؟ ما بعرفش ما عنديش كرامه مثلا. لا انت زعلان، طب تعالى نصالح، نعدي حياتنا بقى. الله يكرمك يا ابن الحلال، عايزين نشتغل ونشوف الدنيا بقى ونكمل بقى ونروح ونيجي بقى والدنيا. ومؤخرا العالم اتفشخ بعد كورونا، يعني الموضوع مش سهل. سهل الدنيا اللي خرب بيتك، سهلها 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 على حوا يا حبيبي يا حبيب قلب امك، سهلها. ليه نقعد في هجر وزعل وقمص ولوع وبتاع؟ ليه الحياه قصيره؟ افرض موت، افرض موت. طب والله افرض موت، افرض عمري مش طويل، ما تستمتع بميتين عمر اليومين اللي فاضلين لي، يخرب بيتك. انا حياتي اصلا على كف عفريت، استمتع بنت حلوه وجميله وغربانه وبتنيله ب 60,000 جنيه، ولو حبيتك هتنشر ميتين عمر تراب رجليك يا حمار. يا انت حمار يا عمر، يا عمر هو عمر شباب، يخرب بيت غبائه. غبيه رجاله، غبيه رجاله غبيه والله. وبعدين بيجوا يا اختي عند حته الحب والحاجات دي ويبقوا يعني كانهم مثلا استغفر الله العظيم يا رب تجار مخدرات، يعني اللي هو ازاي وازاي حد يعني. طب انا بحب واحده، طب ايه المشكله لما تقول لصاحبك انك بتحبها؟ هتتكسف ليه؟ ايه المشكله؟ لا ما عشان خاطرها هتحرج. تتحرج ليه يا حمار؟ ده حب، ده مشاعر حلوه، ده اعجاب، دي حاجه لطيفه، حاجه لطيفه انك يبقى عندك مشاعر حلوه، دي حاجه حلوه. ولا انتوا بتفرق فرحانين بس لما يبقوا تروحوا بقى تناموا مع النسوان كل بص بقى انا ظبطت دي ودي ودي ودي، ودي بتجري ورايا ودي بتجري ورايا ودي بتعملني ودي بتعملني، لكن تيجي عند المشاعر وتخبي. ليه بتعملوا كده؟ ليه مصعبين الدنيا؟ انتوا صعبين قوي والله، صعبين. انا بقالي 5 سنين بحاول احب في حد مصري، مش عارفه اسلك. وبعدين يقول لك انت شخصيتك قويه زياده عن اللزوم، مش هينفع معاكي واحد مصري. ليه عشان المصري هو اللي لازم يمشيكي وانت too much؟ ما هو مش حكايه نمشي بعض، احنا partners، نشارك ميتين نشارك بعض، احنا بنشارك بعض. لا انا امشيك ولا انت تمشيني، ولا انا الوي دراعك بالحب والمشاعر والعطاء والمشاعر. طب ما احنا يا جدعان والله ما ينفع اللي بتعملوه ده، انتوا كده بتظلموا. انا زعلانه منكم.
الرجاله المصريه لازم تتلم بقى شويه يا جماعه، ما ينفعش كده. وبعدين ايه مشكله لو في يوم من الايام بعيد اغنى منك، ولا اعرف يعني بعيد معايا حاجه زياده عنك، ايه مشكله؟ مش هيجرى حاجه يعني، ايه مشكله؟ هيحصل ايه غلط؟ مش حل... مش وحش، مش حاجه وحشه على فكره. هو حاليا الحمد لله، الحمد لله الله ما زيد عليا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، مش مفلسه لا ده انا هجيب خيم، انا بفكر اجيب والله العظيم. عارفين الخيم دي اللي هم بيعملوا فيها كامبينج، واروح اقعد فيها في حته كده فيها حيوانات واعمل كامب والفاير واعيش بقى معانا، واجيب مسدس بس جاست ان كيس لو حاجه طلعت عليا، وبقى فس في الهواء واعمل بيبيو الحمام في الليك. صباح الفل. يا مين اتبغدك يا لوزه صغيره على البهدله يا لوزه، والله والله اتبهدلت قبل كده، والله والله انتوا عارفين حاجه، انتوا مش عارفين ده انا مفزوخه مش متبهدله، مفزوخه. والله ولا ايه، والشباته نازله عليا حلاوه حلاوه، كلهم يشمت. مش انت عايزه تعملي كده في حياتك؟ البيزي بقى اديني بلبس اهو، اشمدوا بقى من هنا لبكره. بس هلاقيه والله، لا الاقيه فارس احرامي من التايهه، هو فين؟ هلاقيه هيجي مسيره يجي، والله هيجي وهيبسطني وهيخليني سعيده وهتشوف. ليه؟ الحب المشروط، عشان احبك لازم تتنازلي عن كل حاجه في حياتك بما فيهم تفكيرك، ويا ريت بس الجريترز اللي فوق عينك دي ما تحطيش منها اوفر، عشان انا ما بحبهاش. طب انا بحبها، سبتيني ايه طيب؟ ما انت لما هتمسح شخصيتي وهتمسح ميولي وايدنتيتي بتاعتي هديك ايه؟ مش هديك حاجه، بس طول ما انت سايبني بعمل الحاجات اللي انا بحبها هرقصتك بلدي بالليل يا حياتي. مهم يا جماعه ما تضحكوش، ما تضحكوش. فانا لا لا انا اتفشخت، انا مفشوخه الحمد لله. باي ايه $5 اوف جيت 1 باي 1 فري. سو اني وايز، ثقافه الحب المشروط دي مش حلوه يا جماعه، ان احنا نخش على بعض ان انا احبب حد فيا وبعد كده الوي له دراعه حاجه وسخه. او راذر ان انا اقطع دراعي وامشي بيه، بمشي من غير دراع، ما احبش دراعي يتلوي دي. الحب بجد هو انك تسيب الشخص يعمل حاجه اللي هو بيحبها، ان الحريه مش التملك، مش ان انا دي حاجه فازه انا بملكها وتحت باطي. نو لو راجل واثق من نفسك تسيب الست تعمل الحياه وتعيشها وتحب وتعمل حاجات اللي هي بتحبها، ساعتها هتحس ان انت زي بابا، زي ظهرها، ظهرها اللي قاعد بتتفرج على جمالها وشقوتها ومغامراتها وانت بتزق فيها في ظهرها. ده الراجل الحقيقي، الراجل الحقيقي كده، مش الراجل اللي هو يعود حد على حاجه بعد كده اول ما تضعف وتقول له خلاص بحبك يلا بقى غيري حياتك وتنزلي اتنزلي 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 وتمسحي من شخصيتك وتمسحي من الايدنتيتي بتاعتك وكل حاجه بنيتيها لنفسك ولحياتك ولونك وتركيبتك وهواياتك والكلام ده كله، وبعديها هتحبطي فمش هتعرفي تدي، لان هو حابب الطاقه اللي انت ظاهره له بيها دي، فلما هتضحي بالحاجات دي الطاقه دي مش هتطلع تاني، فمش هيحبك انيمور، هيمل، لان هو حب الشخصيه الجريئه المجنونه المنفرده اللي بتجري اللي بتعمل ده كله، وعايز في الاخر يغيرها عشان قادر يتحكم فيها. هو مش عارف انه تغييرها ده هيبقى هيأذيه هو نفسه، لان مش هي مش هتجيب لك عسل انيمور، مش هتعرف ترقصتك وتغني لك وتحبك وتضحك لك والكلام ده كله، انت كبتها، انت خدتها من الشجره بتاعتها وعايز تسيبها كده في الهواء وتقول لها عيشي. No, let her be. الحب حرية يا جماعة مش حب امتلاك، بجد لو بتعرفوا يعني ايه حب، الحب حرية. Alright. So اتمنى لو لقيت راجل مصري فاهم الموضوع ده يبعت لي لو سمحتي السي في بتاعته. اولا اكشلي لا مش عايزه سي فيات، انا عايزه الاكسبيرينس. صحيح انا قرد اقطع هنا في اورلاندو، وصحيح ناس كتير في اورلاندو ما بتحبنيش، واضح ان الناس اللي في اورلاندو دول ما بيحبونيش، بس مش مشكله انا بحبكم برضو،
ومش عارفه بتكلم عليا ليه بعيني، ما بتكلمش على حد معين بعيني، وانا ممكن اجيب نفر نفر اقول، بس ماليش فيه. اصل انا هسيب الشعب المصري كله 100 مليون واحط في دماغي ثلاثه عايشين هنا؟ انتوا يعني بجد مؤاخذه يعني انتوا بتشموا في سيادتكم، مش هينفع الكلام ده. هاويفر انا مصممه ان شاء الله ان على هذه الارض الطبيعيه اللي فيها زرع وخيرات والتمسيح عايشه في سلام مع بني ادمين، مستحيل ما يجيش فيها خير. فانا هستنى اللي هيخبط في كتفي، ابقى كده بمشي في الجيم او ماشي في اي داهيه همشي فيها وهيخبط في كتفي وهعيش التجربه دي، وهي دي التجربه ان شاء الله اللي احكي لها عليكم، احكي لحضراتكم عليها. ومعرفش الرجاله اللي غير مصريه عامله ازاي. I've never dated حد مش مصري. So I don't know how they're like. بس من اللي بشوفه حواليا ان هم بيحترموا حياة الست، يعني الست لما تكون قوية وعاملة وعندها شخصية والكلام ده كله بيحترموا الحتة دي. معرفش هم في الحب عاملين ازاي، يعني يحبوك النهاردة ويسيبوك بكرة، دي حتة دي توجعني. انا بحب الحب اللي هو الافلاطوني ده، اللي هو مدى العمر، اللي هو من غير يعني استحمل، انا مش هنام معاك قبل الجواز، استحملني بقى، استحملني في فترة التعارف دي كلها من غير ما كده، واخد بالك؟ هتعرف تستحمل ولا لا؟ حبا ليا وحبا فيا هنا في امريكا لا، على طول بينطوا على طول بعد 3 4 يوم، يعني الموضوع عندهم لازم يجربوا بعض جنسيا. انا مش هجرب حد جنسيا، فانا زبعت كل اوكي انا عرفت الفيصل ايه اللي هيبقى محترم الحته دي ومحترم ثقافتي الدينيه والحياتيه ومستحملني صبره طويل، هو ده اللي هيفوز. هقول لكم، هنعلن عن والفائز الان سيداتي ونساتي سادتي بقلب ما يخشيتش والله العظيم ليك الجنه، هيكون من نصيب. نستنى بعد الفاصل، باي. مش قادره.